إلى الآن ما معروف حتى المعسكر حيكون في تونس ولا في تنزانيا. زين مفاجأة بأنه بحر دار حتكون هي مسرح المباراة. مسرح المباراة بتاعت الهوم هوم ستاديوم بتاع المريخ بقى بحر دار. اختيار ما بطل، ولو انه بدي الافضليه لسولار الجيبوتي لانه نفس البيئه، نفس المدينه، نفس المدن الساحليه، نفس الجو الساحلي، نفس الرطوبه والارتفاع وعدم الاكسجين في نفس الحتتين. يعني بالنسبه لسولار بحر دار حيكون كانه هوم ستاديوم بالنسبه لهم. المريخ ممكن يستفيد اكثر كيف؟ انه بعد ما يؤدي المباراه الاولى حيأديها في جيبوتي ما يرجع الخرطوم، يمشي بحر دار يعسكر لغايه مباراه الرد. بكده بكون اتعود على البيئه والجو والطقس ونقص الاكسجين والارتفاع والرطوبه والحاجات دي. نعم. اذروايز حيكون حيعاني معاناه شديده جدا جدا في انه يؤدي مباراه، يعني يمشي جيبوتي يلعب ويرجع السودان وتاني يجي بحر دار عشان يلعب. حتى السفر ماشي وجاي حيكون مرهق للاعبين. ف مع اختيار بحر دار يبقى الشيء المنطقي والطبيعي انه من جيبوتي ما تمشي السودان، تجي الحبشه وتمشي بحر دار بالذات، تعمل فيها المعسكر هناك بحيث انه اللعيبه يتعودوا على الجو والبيئه والارتفاع وال نعم بالتاكيد كلام جميل. دي كلام جميل جدا. طيب